اعتقد انه الطبقه السياسيه بشكل عام وخاصه الطبقه السياسيه الحاكمه سواء كانت في السلطه التنفيذيه او في السلطه التشريعيه لم تستوعب الى حد الان كل ما جاء في الدستور الجديد والفلسفه الجديده اللي قام عليها النظام السياسي والفلسفه الجديده اللي قام عليها دستور الجمهوريه الثانيه. وهذا بطبيعته يتطلب وقت، يتطلب ثقافه سياسيه، ثقافه دستوريه جديده. احنا عشنا لمده رغم ان تونس هي دوله تقليديه في تجربتها الدستوريه من الدول العربيه اللي عندها تجربه دستوريه قديمه، ولكن لاول مره يكون عندنا دستور يرسي نظام ديمقراطي، وديمقراطية شيء جديد علينا، وتوازن السلطات شيء جديد علينا. وبالتالي أنا أعتقد أنه فما نوع من الارتباك، فما نوع من ربما حتى رفض بعض ما ورد في دستور 2014، وأن لم يكن رفض معلن ولكنه في أغلب الحالات رفض مقنع، أحيانا حتى يوصل يصرحوا بهذا لما في عام بعد صدور الدستور، عامين بعد صدور الدستور بدينا نسمعوا على حديث على فشل النظام السياسي، على فشل المنظومة الدستورية، على ضرورة تغيير الدستور، على ضرورة العودة حتى أحيانا للدستور القديم. الكلام هذا نسمعوا فيه من الشارع، نسمعوا فيه من المثقفين، لكن نسمعوا فيه أيضا من المسؤولين، من السياسيين، من رئيس الجمهورية، من أعضاء الحكومة، من برلمانيين، من نواب، أنه ما نجموش يستوعبوا فكرة توزيع جديد للسلطة وتوزيع جديد للسلطة. فما صعوبات، وأكبر دليل على أنه نصف المنظومة الدستورية لحد الآن مش قائمة. بكل صراحة لا، الأسباب مختلفة. أولا من الناحية العلمية، الدساتير والنصوص سون دي تكست موي، النصوص القانونية سون دي تكست موي. شنو اللي ينطق النص ويخليه حي؟ هو الممارسة الدستورية، هو فقه القضاء الدستوري، هو المحكمة الدستورية اللي تأول الدستور. النص في حد ذاته ما يكتب ليس له معنى إذا كان البشر ما يعطيهوش معنى بالتطبيق. وفي الناحية العلمية أيضا تقييم التجارب الدستورية يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى أن نفهم أين تكمن الصعوبات. الدساتير ليست قرآن وليست نص مقدس، يمكن تغييرها، ولكن تغييرها على أسس صحيحة، على أسس أنه ندقوا وين فما ثغرات وشنو اللي يجب يتصلح. أعتقد أنه بعد عامين ثلاثة أربعة هذه تجربة صغيرة جدا، دستورنا مازال فتي، مازال صغير، مازال سان بيبي. وبالتالي الحديث على تعديل الدستور بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة مثلا ما هيش علميا مقبولة. نعطيك مثال، شنو اللي حبوا يبدلوه في الدستور؟ نظام سياسي، أنا نظام سياسي اللي حبوا يبدلوه. احنا من 2014 حتى عطاونا النص الدستور، قلنا كخبراء وقلنا هذا يأسس لنظام شبه برلماني شبه رئاسي. ثم جاءت انتخابات 2014، رئيس الجمهورية سيطر على الأغلبية البرلمانية، كان هو الزعيم الحقيقي للأغلبية البرلمانية، لقينا روحنا في نظام رئاسي فعليا واقعيا، نظام رئاسي بأتم معنى الكلمة. ثم لما فقد رئيس الجمهورية الأغلبية في البرلمان إثر الأزمة السياسية هذه، لقينا روحنا في نظام برلماني صرف. يعني في أربع سنوات انتقلنا من نظام شبه برلماني شبه رئاسي إلى نظام رئاسي إلى نظام برلماني. أنه النظام اللي حبوا يبدلوه، الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ عدد كبير من القوانين المخالفة للدستور، سواء اللي نجمت الهيئة الوقتية لمراقبة الدستور للقوانين أن تتصدى ليه، وتصدت العديد من مشاريع القوانين لما كانت قادرة على اتخاذ قرارات. ذكروا الساقان تاع القانون المجلس على القضاء اللي مشى أربع مرات وجاء على الهيئة الوقتية لمراقبة الدستور للقوانين بين البرلمان والهيئة لأنه ما نجموش يصلحوه، قانون المصالحة ومشاريع قوانين كثيرة فيها إشكاليات دستورية كبيرة، كما قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، كما القانون المتعلق بتوا، القانون المتعلق بحل التوار آخر ما صدر يعني أخيرا، قانون قدمت به رئاسة الجمهورية في علاقة بحالة التوار، كلها نصوص. يعني قانون الإرهاب أيضا فيه مشاكل في علاقة بالدستور. المشكلة هو أنه في مرحلة ما الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية القوانين من مهمتها تصفية وتنقية
القوانين والتشريع من كل ما يمكن أن يشوبها من مخالفات للدستور. الهيئة هذه في المدة الأخيرة صارت تقريبا عاجزة على اتخاذ قرارات نتيجة تركيبتها، نتيجة ربما ضغوطات سياسية. وهذا علاش احنا اليوم مطالبين بأن نرسي المحكمة الدستورية بشكل نهائي حتى يكون عندنا المحكمة القادرة على اتخاذ القرار والقادرة على التصدي لكل مشاريع القوانين المخالفة للدستور. نسبيا، لأنه أولا وجود الهيئة الوقتية يأمن الحد الأدنى، ولكن في فعلا في الحد الأدنى، ولكن المنظومة الدستورية إجمالا مش مؤمنة. ربما القوانين يعني تطابق القوانين مع النص الدستوري فيها وعليها، لأنه عندنا موجودة الهيئة ساعات تخطف ساعات لا، ساعات تنجم تتخذ قرار ساعات ما تنجمش، ولكن المنظومة الدستورية كلها ماشي مأمنة نظرا لغياب المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية ما تراقبش دستورية القوانين فقط خلافا للهيئة الوقتية اللي هي عندها اختصاص واحد مراقبة دستورية القوانين. المحكمة الدستورية عندها 13 اختصاص بما فيهم الحالات الاستثنائية اللي اليوم يحبوا يعملوا مثلا القانون المتعلق بالطوارئ بدون وجود المحكمة الدستورية، الحالات المتعلقة بتعذر رئيس الجمهورية على القيام بمهامه، حالة شهور منصب رئاسة الجمهورية، هناك حالات مؤسساتية ووضعيات مؤسساتية بدون المحكمة الدستورية يدين على قلوبنا وكهو يدين على قلوبنا. اليوم لا قدر الله العمار بيد الله، ولكن تصير أي مشكلة على مستوى رئاسة الجمهورية فعلا معنا حتى إطار دستوري ينظم ما بعد أو في حالة فراغ منصب رئيس الجمهورية بدون المحكمة الدستورية الإطار الدستوري ما يخدمش وما نجمش يخدم، وبالتالي نلقاو احنا أمام فراغات كبيرة تهدد وتخلي المنظومة الدستورية مش في مأمن. يعني القوانين ما هيش في مأمن تام، ولكن المنظومة الدستورية بكاملها هي خاصة اللي ماشي مأمنة. الطبقة السياسية وخاصة الحاكم تربات في مناخ إيبر سنتراليزي، ستادير اللوجيك دي سنتراليزم، أنه فما مركزة السلطة، مركزة السلطة في يد رئيس الجمهورية، مركزة السلطة في يد السلطة التنفيذية، مركزة السلطة في مركز العاصمة. جاهم نص جديد ومنظومة جديدة، اولا تغير طبيعه العلاقه بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه وتخلق نوع من التوازن اللي كان منخرم قبل لصالح السلطه التنفيذيه. فاللي موجودين في السلطه التنفيذيه وخاصه رئيس الجمهوريه يعتبر ان هذا استضعاف واستنقاص من دور رئيس الجمهوريه. شو معناها رئيس الجمهوريه ما يجمش يعين حكومه؟ شو معناها ما يجمش يعزل وزير يلزم البرلمان يصادق؟ ما هذا في عقليته وتربيته وتكوينه السياسي ما يقبلش المساله هذه. ثم شو معناها هيئات مستقلة، هيئات مستقلة تفك في صلاحيات السلطة التنفيذية وتقسم في صلاحيات السلطة التنفيذية؟ شنو هيئة تنظم الانتخابات؟ احنا عندنا وزارة الداخلية تنظم الانتخابات. شنو هيئة تسهر على العدالة الانتقالية؟ عندنا وزارة العدل تعمل العدالة. شو معناها؟ شنو هيئة تسهر على التنمية المستدامة؟ احنا وزارة البيئة تسهر على الهيئة التنمية المستدامة. الهيئات هذه سماها رئيس الجمهورية العازري أقوى من سيده، هما العازري هو سيدهم. شو معناها سلطة محلية وجهوية وانتخابات محلية وانتخابات جهوية ولا مركزية؟ يعني جزء من صلاحيات السلطة التنفيذية المركزية مش يتم افتكاكها. بالنسبة لهم هي غنيمة، غنمت بعد الاستقلال غنيمة بكاملها، جاتها الثورة ونقصت منها ووزعتها وقسمتها بين سلط، بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. داخل السلطة التنفيذية شنو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ هذه ما يفهمش، ما ينجموش يستوعبوا المسألة هذه أنه فما توازن للسلط بين رأسين في السلطة التنفيذية. يجب يكون شخص واحد، سلطة واحدة. كيفاش ما تتمركزش السلطة في يد رئيس الجمهورية؟ كيفاش رئيس الحكومة ينجم يتمرد على رئيس الجمهورية وما ينفذش تعليمات رئيس الجمهورية؟ هذه عقلية جديدة ما نجموش يستوعبوها إلى حد الآن، وما همش مش يستوعبوها بالسهل. عقلية توزيع السلط وتوازن السلط بعد 60 سنة من تجربة مركزة السلط، بين مركزة السلط وتوزيعها وتوازنها هناك ثقافة كاملة ما زالت غايبة على من يسير الآن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
صحيح أضر بالدستور في ديباجته، لأنه في الواقع فما سوء فهم لمسألة الكمبرومي. لأنه لما نكون أنا وياك مختلفين في مسألة، أنا نعمل أن كمبرومي هو أن نلقاو حل وسط بين رأي ورأيك. اللي صار مش أن كمبرومي، اللي صار هو تأسيس للتناقض، بمعنى أنه في عوض نلقى الحل الوسط بين رأيي ورأيك نحط رأيك ورأيي، هم موجودين زوز. هذا نشوفوه مثلا، نعطيك مثال، الفصل الأول الفصل الثاني من الدستور. الفصل الأول: تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام ودينها والعربية لغتها. الفصل الثاني: تونس دولة مدنية قائمة على سيادة الشعب وإلى آخره. بمعنى أنه زوز فصول، الأول والثاني يعرفوا في نفس البلاد، فما تعريف يهم جماعة والتعريف الآخر يهم جماعة أخرى. يعني في عوض نلقاو الصيغة اللي هي تجمع في نفس الوقت في نفس الجملة في نفس الفصل رأيي ورأيك، أنت تاخذ فصل ولا ناخذ فصل، وهذا يعطينا إشكاليات كبيرة في التطبيق، يعطينا إشكاليات كبيرة في الفهم. اليوم مثلا من المضحكات لما نتحدثوا على مسألة القانون المساواة في الإرث أو مشروع قانون متعلق بالمساواة في الإرث، لو لاحظتوا لو كل مرة يتحدث رئيس الجمهورية على الموضوع هذا يجبد الفصل الثاني، ولما يتحدث راشد الغنوش على الموضوع هذا يجبد الفصل الأول. يعني كل واحد هذا بتاعي، هذا فصلي وهذا فصلك، أنا هو الأقوى منهم وشكون اللي مش يغلب. هذا مش منطق توافق، هذا منطق أن عجزنا على أنه نلقاو توافق فحطينا المتناقضات.